وينضم لنا من بون الألمانية عبر سكايب السيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. أستاذ جاسم مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا المخاوف تتزايد في بريطانيا من عودة المتشددين إلى أراضيها، ما مدى جدية هذه المخاوف ليس فقط بالنسبة لبريطانيا بل بالنسبة لكافة الدول الأوروبية بالنظر إلى الخسارات على الأرض في الشرق الأوسط سواء في العراق أو في سوريا فيما يخص تنظيم داعش؟ نعم، المخاوف الأوروبية والبريطانية ممكن وصفها بأنها مخاوف جدية، وهذه المخاوف بدأت أكثر يعني في أعقاب بدء عمليات الموصل، والآن أيضا مع عمليات استعادة الرقة في سوريا. هذه المخاوف تنعكس في التصريحات التي أدلت بها الاستخبارات الأوروبية، تحديدا حذرت الكثير من عودة هؤلاء المقاتلين، كون هؤلاء المقاتلين الذين يعودون إلى بريطانيا سوف يشكلون درجة خطر عالية جدا، باعتبار هذه الجماعات أو هذه الشريحة حصلت على يعني درجة عالية من القتال وكذلك الخبرات بتنفيذ عمليات إرهابية، وهذا ما يمثل بصراحة قلق، وفي نفس الوقت هو تحدي عند أجهزة الاستخبارات ومن ضمنها أجهزة الاستخبارات البريطانية. نعم، هذا الهاجس أصبح فعلا يسيطر على أوروبا أكثر من أي وقت مضى. الإجراءات الآن، بريطانيا خطت هذه الخطوة وسحبت الجنسية، ماذا بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى؟ لا توجد معيار واحد عند دول أوروبا بشكل عام، هنالك تفاوت في هذه يعني الإجراءات، لكن بشكل عام هو تخضع يعني هنالك رصد وهنالك مراقبة، وتخضع العائدين إلى المحاكمة يعني في المحاكم الأوروبية، وكذلك أخضعهم إلى عقوبات، معدل هذه العقوبات لا تقل عن 3 سنوات وممكن أن تكون 5 وربما أكثر. هنالك ايضا ما عدا العقوبه هنالك ايضا رعايه نفسيه وكذلك دعم نفسي الى العائدين في اوروبا، بالرغم ان بعض الدول الاوروبيه ربما تؤمن في فلسفه اخرى، خاصه في يعني الدول الاسكندنافيه تقول بانه لا تخضع هذه الجماعات الى العقوبات او الى السجن، كون ممكن هذه العقوبه تقول يعني بتوليد ردود افعال عنيفه عند هذه الجماعات، فاذا لا يوجد معيار، لكن بالشكل العام طيب. هم يخضعون الى المحاكمه والى العقوبات والدعم النفسي ايضا داخل السجن. نعم. طيب ماذا بالنسبه لردود فعل الشارع الاوروبي تجاه هذا؟ ما مدى المخاوف التي لدى الاوروبيين؟ الشارع باختصار. الأوروبي بشكل عام يشعر بقلق وكذلك في هاجس من الخوف، وأصبح أنه حتى فقد الثقة يعني في الأجهزة الأمنية كون نعم. أن هذه العمليات بدأت تتكرر. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من بون.